50% اتشالت. انا سمعت ان انت قلت له بعد ماتش العين شيل 50% دي كمان ونخلص بقى يا كابتن. والله يا كابتن عايز اقول لحضرتك على حاجه يمكن حسين عارفها. قول. انا ما اعرفش حاجه في البنك عن حسابي في النادي خالص. والله العظيم يا ايه؟ ما اعرفش حاجه عن فلوسي في يعني تبع حساب النادي للبنك. ما اعرفش اي حاجه خالص. فعلا. يعني انا مش مركز في موضوع الفلوس مع النادي خالص والله. يمكن حسين يقول لحضرتك على الموضوع دوت واللعيبه كلها عارفه الموضوع ده. يمكن مركزش في موضوع الفلوس لان الواحد احنا مبسوطين يا كابتن. يعني يمكن احنا فرحانين ان احنا جوه النادي الاهلي وان احنا مهما يحصل في الدنيا احنا هنفضل برضه طول عمرنا ولاد النادي الاهلي. طبعا. فدي بالنسبه لنا حاجه كبيره قوي والله العظيم مش كلام. يمكن انا اكتر انسان او اكتر لعيب كوره في مصر التقدير. نعم. في الماديات ان انا اتخصم مني فلوس كتير قوي واتاخد مني فلوس كتير قوي. بس ان انت حضرتك مثلا صاحي من النوم رايح النادي الاهلي وبتكمل شغلك على اكمل وجه وان انت مبسوط جوه النادي الاهلي والناس كلها بتحبك هي دي السيره اللي بقى يا كابتن والله العظيم. طيب كهرباء